يا عبد الود، ثواني كده. برضك قلة النوم وحشة، قلة النوم وحشة، الواحد بيتهيأله حاجات. لا ما بيتهيألوش، ما بيتهيألو. ده الكرومب اللي انا اكلته بعد الظهر. انا بعد الظهر رحت جاي رقع كرومب وهو بيتسلق، واخد بالك؟ ناي هو بيعمل معايا كده، بيخليني فيها لاوس بتجيلي. ولا اخلص. عايز ايه ده؟ ماله؟ مش كبال؟ ايوه، ما مش كبال. انت لسه جديد، ما مش كبال. بره الملعب حاجه، وفي الملعب بقى بتبقى نرفزه ملعب، واخد بالك انت؟ تبقى نرفزه ايه ملعب، واخد بالك؟ ما هو اصل اللي هي كره القدم كده، يا ريت بس الجماهير تفهم، انما الجماهير نازلين عجن في بعض، واخد بالك؟ انما اللعيبه كده في الاخر بيترادوا وكلها بتاكل عيش. سلام عليكم، عاملين ايه؟ هو لا مؤاخذه السوبر امتى؟ عشان انا عشمان في التاسعه تاني، يعني هي احتمال كده. ما تبصش هنا بقى، دي كلها بطولات حرام. اما زي ما انتوا بتدي بطولات حرام، احنا يا لهوي على البطولات الحرام يا جدعان، وطعمها الجم يا لهوي. ويقول لك البطولات الحرام ما بتدومش، ما هي دايما هي وزي الفل وعامله لي انتفاخ. يا لهوي، ده احنا نموت في الفوز ابو حكام ده، الفوز ابو حكام ده كده. المهم السوبر ان شاء الله ما بين 25 يوليوس و 30 يوليوس يونيا. ده بقى شهر كام؟ محتاجين مؤرخ اغريقي يشرح لنا. ليه يا حبيبي مؤرخ؟ يا ابني انت مش فاكر واحنا في ابتدائي خدنا يناير اللي هو شهر واحد، فبراير اتنين، مارس تلاتة، ابريل، اغسطس، ومايو شهر سبعة، ويونيا شهر تسعة، وشهر تسعة هو سبتمبر، فشهر اكتوبر يبقى شهر تمانية، يعني احنا نوفمبر قبل فبراير ولا نوفمبر بعد فبراير كده؟ يعني دلوقتي احنا فين؟ يعني هل احنا دلوقتي في السنة الكبيسة؟ ولا احنا واكلين اكله كبيسه فعامله فينا كده؟ احنا محتاجين مؤرخ اغريقي زي ما انت قلت. انا اسف حقك عليا، الله يخرب بيتك، توهتلي السنه في دماغي. طب ده انا كنت حافظها بالعافيه اصلا يا ابني. هي معروفه يونيا، ده اللي هو شهر 6 اللي هو يوليو. يونيا هو 6، يوليو 7، ولا يونيا هو 7 ويوليو هو 6؟ دلوقتي احنا النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده الاربع، النهارده الاربع يبقى صابح الخميس. الخميس ده صابح ريال مدريد هيلعب يوم 1/6 اللي هو ايه بقى 6؟ لا مش عارف بصراحه، يعني مش عارف. ما انت كانت مظبوطه في دماغي، انت لخبطتها لي. انت منك لله. اكتبوا لنا والنبي في الكومنتات، يونيا ده يبقى في سنة ايه؟ ولا مش تبعنا احنا، تبع كوكب تاني، ولا تبع مش اكتبوا لنا انتوا.